بالنسبة للتلاعب بعض المحامين أنا لا أرى عاقلا سوف يقوم بهذا الفعل يعني التلاعب، خصوصا أن المحامي رجل قانون، وهذا أصلا هذا السؤال يمكن توجيهه للمحامي، لكن سوف أجيب ماشي نيابة عن المحامي، لكن ما أراه منطقيا من ناحيتنا. فكما قلت أنه تم تسجيل 1924 شكاية في 2019 عند هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولي منها 800 شكاية كانت ديال المحامين اللي كيشتكيوا في تأخر صرف التعويضات. فيمكن اعتبار أن المحامي بين المطرقة والسندان يعني شركة تأمين اللي يمكن تأخر صرف التعويضات، والزبون اللي كيكون متضرر وكيطلب التعويضات دياله. فهذه هي ما يمكن أن أراه منطقيا. One.